اهلا بكم، هنا الحياه وانا معكم محمد الباز. الاسبوع اللي فات كان الجدل الدائر بشكل كبير جدا حول شهاده وزير التعليم الجديد السيد محمد عبد اللطيف. الجدل ده كان مقسوم يعني لاتجاهين. الاتجاه الاول بيشكك بشكل كامل، بيتهم بشكل كامل انه هذه الشهادات مزوره، وانه احنا في الحكومه المصريه جايبين وزير شهادته مزوره. هذا التشكيك كان بيعقبه اتهامات للحكومه وللاجهزه اللي جابت هذا الوزير، انتوا كنتوا فين وما عرفتوش عنه حاجه وازاي تجيبوه. الاتجاه الثاني ما كانش مشكك بس كان متسائل، بمعنى انه بيطرح تساؤلات، بيقول يا جماعه هل ده صحيح؟ هل احنا عندنا يعني هذه الواقعه في الحكومه؟ هل شهادات الوزير مزوره مش صحيحه؟ وازاي برضه ده يحصل؟ المعني بالاجابه على هذه الاسئله والمعني بالرد على هذا التشكيك كان هو رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. امبارح بعد الاجتماع اللي عملته الحكومه عقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي، وخلاص ده بقى سلو الحكومه عندنا، انه بعد الاجتماع يبقى فيه مؤتمر صحفي يرد فيه رئيس الوزراء على الاسئله المثاره وعلى كل ما يتحدث عنه الناس فيما يخص المواطنين. زميلتنا الاستاذه هند مختار مسؤوله ملف مجلس الوزراء في اليوم السابع سالت رئيس الوزراء بشكل مباشر عن حكايه شهاده الوزير والكلام اللي بيتقال عن شهادة الوزير. قال ايه رئيس الوزراء؟ خلونا نسمع مع بعض. لينا نتكلم يعني ازاي بيحصل هذا الموضوع؟ ازاي بيحصل ترشيح للملفات؟ بالتأكيد بيبقى بيشارك فيه كل المؤسسات المعنية في الدولة. يعني بيبقى فيه توجه من رئيس الوزراء نفسه المكلف، بيبقى احيانا هو بيرشح عدد من الشخصيات اللي هو يعرفهم بحكم تعامله واحتكاكه على مدار هذه الفترة، وده اللي بيحصل. وفي نفس الوقت بيطلب في ملفات أخرى رأي الجهات اللي موجودة في الدولة. وهنا في الحالة دي الجهات بتبقى بتعمل ايه؟ بتجيب تقييمات لمرشحين من كل المجالات، وهنا بيبقى بناء على الرؤية بنبقى عايزينهم سواء من جوه الحكومة نفسها أو من خارج الجهاز الحكومي. وبالتالي اللي بيتحط قدام رئيس الوزراء المكلف سبقة الخبرة بتاعة المرشحين في كل وزارة، احنا بنقراها بنشوف ايه هي سبقة الخبرة بتاعة هذا الموضوع. لكن اللي يعنيني النهاردة في الملفات، وارجو يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة جداً للملف اللي هو هيتولى مسؤوليته. ودي كانت اهم شيء بالنسبه لنا او بالنسبه لي انا كرئيس وزراء. انا بقعد ابص واستعرض سابقه الخبره بالتاكيد. الشيء المهم للحاله اللي حضرتك بتقولي عليها واثيرت الشهادات من الاول، هل هي شهادات سليمه ولا شهادات غير سليمه؟ التاكيد اللي انا باكده لحضرتك، لا هي شهادات سليمه وموثقه ومعتمده من جهات. طيب يبقى اللي شكك ادى رئيس الوزراء بيرد، واللي سأل ادى برضو رئيس الوزراء بيرد. تقول لي طيب انت ليه بتتكلم في هذا الموضوع رغم انه الكلام ده كان امبارح وفي ناس ناقشوا رئيس الوزراء في الكلام اللي قاله وفي ناس لا يزالوا على موقفهم مش قابلين هذا الكلام وشايفين انه رد رئيس الوزراء مش كافي، بل شايفين انه لابد من مراجعة موقف وزير التعليم. انا هقول كلام يمكن مش كتير في مصر اللي ممكن يقولوه بهذا الوضوح. بمعنى ايه؟ الناس اللي اثارت هذا الكلام من اللحظه الاولى وشككت فيه من اللحظه الاولى يمكن بحكم ان هم بعيد شويه عن الجامعه وعن منح الدرجات العلميه وعن الماجستير وعن الدكتوراه، يعني اللي هو ايه؟ تشكيك الجاهل وتساؤل غير العارف، يعني اللي بيشكك جاهل، اللي بيسال مش عارف. طب ايه الحكاية؟ رئيس الوزراء قال انه الشهادات سليمة ومعتمدة.
بمعنى انه شهادات وزير التعليم ليست مزورة، ده رقم واحد. لكن هي المشكلة فين؟ هي المشكلة فين؟ احنا بنتكلم انه وزير التعليم محمد عبد اللطيف خد هذه الشهادة من جامعة ما. المعيار انه الشهادة نفسها صحيح، في جهة اسمها كذا، عنوانها كذا، بتمنح هذه الشهادات، بتمنح هذه الشهادات، فالرجل لم يزور شهادته. طب هل هذه الشهادة معتمدة في مصر؟ يعني ايه معتمدة؟ يعني بيترتب عليها شيء. الراجل لما بيجي يعتمد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، هل ده بيديله درجة علمية؟ لا ما بيديلوش. هل ده ممكن يشغله في جامعة، أستاذ جامعة؟ لا ما يشغلوش. هل أي وظيفة تستدعي أن يكون حاصل على الدكتوراه دي تقبله؟ لا ما تقبلوش. احنا عندنا هنا في مصر بعض المعاهد العليا مش مرخصة، الناس بتحصل منها على شهادات صحيحة وغير مزورة، لكن لما يروح مثلا يغير أوراقه الرسمية، جهات الدولة لا تثبتها في هذه، لا تثبت هذه الشهادة في الأوراق الرسمية. إذا مسألة الهجوم بأنها شهادة مزورة ليست مزورة، صحيحة. ثم بقى الإجابة بتاعت رئيس الوزراء اللي احنا مفروض نتفاعل معاها، انه انا بعتمد على الخبرة في الملف. فهل السيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم لديه خبرة في هذا الملف؟ رئيس الوزراء قال احنا درسنا ورجعنا وشفنا. طيب هل هو قادر على تقديم شيء لملف التعليم؟ رئيس الوزراء الان هو المسؤول عن ده، واللي احنا بعد شوية هنبدأ نحاسب الراجل اللي جابوه ده لوزارة التعليم عنده خبرة ولا ما عندوش خبرة. فالغريب في الأمر انه رئيس الوزراء لما أفعل هذا الموضوع بهذا الكلام، فلقيت أصوات مرة أخرى تتشكك أو تتساءل، أو انه الكلام بالنسبة لها يعني لم يلقى قبول. بس أنا بقول لحضراتكم، الذين شككوا جهلاء، والذين تساءلوا غير عالمين بما يحدث فيما يتعلق بالشهادات الجامعية. النقطة المهمة اللي ناس أثروها، قالك يعني إيه الدكتوراه مش مهمة؟ أنا بتكلم حتى من منطق أستاذ الجامعة، وده كلام برفعه إلى وزير التعليم العالي، وعارف إن ناس كتير جدا هتزعل من هذا الكلام. في مصر الآن 90% من رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بتمنح في الجامعات بلا قيمة، بلا قيمة، بتمنح لمجرد انك بتعمل بحث عشان تاخد درجة وخلاص. لكن عائد هذه الشهادات، وانا كلام زي ما بقول لحضراتكم احاسب عليه، وانا قريب من العمل الجامعي، يعني وفي العمل الجامعي 90% من رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر للأسف الشديد، وليراجعني في ذلك من يراجعني، وليتحدث في ذلك من يريد ان يتحدث، بلا قيمة. ده مش معناه ان الدكتوراه مش مهمة، بس تبقى معمولة بشكل صحيح. واذا كان قدام انا واحد معاه دكتوراه في تخصص وواحد اهل خبرة في تخصص، انا هختار اهل الخبرة عشان يقوم بتنفيذ الخطة بتاعتي. يعني اعتقد ان وزير رئيس الوزراء قال قولا فاصلا فيما يتعلق بملف شهادات وزير التعليم. خلونا بقى ننتظر التجربة ونحاسب على التجربة، ونحاسب رئيس الوزراء على ما قاله، وانه شايف انه الراجل ده صاحب تجربة ويمكن ان يستفيد منه. طيب النهاردة برضو الكاتب الكبير الاستاذ محمد سلماوي كتب في زاويته في الاهرام مقال مهم جدا، اللي هو ايه؟ الثقافة وبيان الحكومة. قال في ايه؟ قال لست أفهم لماذا تم تعيين وزير للثقافة في وزارة الدكتور مصطفى مدبول. وهنا أنا اهتميت بهذا المقال لأنه مقال مهم وعاقل ومنطقي وبيطرح قضية. صحيح أن خطاب التكليف الذي أصدره الرئيس للدكتور مدبول وضع قضية بناء الإنسان في المرتبة التالية مباشرة للأمن القومي، وصحيح أيضا أن بناء الإنسان لا يمكن أن يتم بعيدا عن الثقافة، لكن بيان الحكومة الذي يفترض أن يحول التكليفات الرئاسية إلى سياسات وبرامج تنفيذية جاء خاليا تماما من أي دور للثقافة في المرحلة المقبلة. لقد أكد رئيس مجلس الوزراء وجود رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري وإيمانا بدوره في التنمية، وهي استراتيجية لم يطلعنا عليها ولا نعرف أبعادها، وكان يجب أن تكون موضوع إجماع المجتمع، لأن تطبيقها ونجاحها يعتمد على تضافر جميع الجهود المجتمعية ولا يقتصر على سياسات فوقية
تطبقها المؤسسات الرسمية. بينما تظل بعض أذرع الجماعات الظلامية تنشر فكرها الهدام على مستوى القواعد الشعبية، لقد أوضح رئيس مجلس الوزراء أن بناء الإنسان يقوم على عدة محاور عددها، وهي الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العامة والإسكان والمرافق، وتلك كلها محاور مهمة تسهم بالفعل في إعادة بناء الإنسان بدنيا واقتصاديا واجتماعيا، لكن ماذا عن إعادة بناء عقله؟ ده سؤال الأستاذ محمد سلماوي. هل سنبني للشباب عضلاته ونوفر له العمل ويظل عقله أسيرا للفكر المتخلف الذي تجذر منذ سبعينيات القرن الماضي والذي أسقطناه عن الحكم في 30 يونيو 2013 لكن لم نقتلعه بعد من العقوبة؟ إن ذلك لا يكون إلا بنشر الفكر البديل الذي يعتمد على الانفتاح والاستنارة والتواصل مع التقدم الذي أحرزه الفكر الإنساني، وتلك هي مهمة الثقافة. يعني المقال هنا بيطرح قضية مهمة جدا، ويمكن على الفور الإجابة جت في لقاء عقده النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة. يعني الصبح في الأهرام كان الكاتب الكبير الأستاذ محمد سلماوي بيسأل هذه الأسئلة، بيقول هي الثقافة فين في برنامج الحكومة؟ احنا ما سمعناش حاجة عن بناء عقل الإنسان في برنامج الحكومة. لما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة مع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة كان في كلام على إزاي وزارة الثقافة تقوم بهذا الدور، إزاي يكون عندها محتوى، وإزاي تستخدم البنية الأساسية التحتية، البنية الثقافية اللي موجودة عندنا من أصول ثقافة ومن مؤسسات ثقافية في التواصل والتوصل إلى كل مواطن مصري عشان تبقى في عدالة ثقافية زي ما بنقول. فأعتقد أنه ما أغفلته الحكومة في البيان اللي كان منتظره الدكتور أو الأستاذ محمد سلماوي يعني تم تعويضه بشكل ما النهاردة في هذا الاجتماع، لأنه البيان صدر عن مجلس الوزراء الحقيقة، وكان فيه إجابة واضحة جدا عما يريد الأستاذ محمد سلماوي. طيب تقول لي الحكومة دي المرة اللي فاتت أنا قلت أنه يعني طلتها كده طلة مبشرة. ليه؟ لأنه في ملفات أساسية الناس محتاجة يبقى فيها تحرك، وأهم حاجتين الأسعار والكهرباء ووضع الكهرباء، حكاية تخفيف الأحمال. طيب الأسعار مثلا في بعض الانخفاض، أقول لك في بعض الانخفاض، لأنه النهاردة مثلا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مطلع إحصائية أنه التضخم تراجع في مصر إلى 27.1% في يونيو 2024، الشهر ده شهر يونيو 2024 التضخم تراجع إلى 27.1%. كان كام في مايو اللي فات؟ فرق بسيط صحيح، لكن في تراجع، لأنه 27.4% كان نسبة التضخم الشهر اللي فات، الشهر ده في يونيو نسبة التضخم 27.1%. ليه حصل هذا التراجع في نسبة التضخم أو معدل التضخم؟ أقول لك لأنه طبقا لجهاز الإحصاء بيقول إنه التراجع ده تم بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، الزيوت والدهون بنسبة 3.1%، الفاكهة بنسبة 2.6%، السكر والأغذية السكرية بنسبة 1%، والأقمشة بنسبة 7%. يعني في تراجع، التراجعات طفيفة صحيح، لكن في تراجع للأسعار أدى إلى تراجع معدل التضخم. طيب دكتور مصطفى مدبولي النهاردة كان مجتمع مع السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد سويدي رئيس اتحاد الصناعات، وكان الحوار حوالين هنعمل ايه يا جماعة، نتعاون ازاي عشان نسيطر على الأسواق من ناحية ونؤدي الى تراجع او انخفاض الأسعار من ناحية، لانه ده قضية اصبحت قضية حيوية عند المواطن. وخلونا نستمع من السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني المحور الاساسي للقاء النهارده ما بين حضرتك وكان المهندس محمد السويدي مع رئيس الوزراء كان يعني كيف يحدث التعاون، الاجراءات والاليات اللي نقدر من خلالها
نسيطر على الأسواق ويؤدي إلى خفض الأسعار. تعرف حضرتك أنه ده الهم الأساسي للمواطنين الآن. يعني كيف دار الحوار وخرجنا من هذا الاجتماع بإيه يا فندم؟ والله يعني دولة رئيس مجلس الوزراء تفضل ونقل إلينا توجيهات فخامة الرئيس الحقيقة للوزارة إن اهتمامها الأول يكون بالمواطن في الفترة الحالية بما يحقق له حياة أسهل وحياة كريمة بصفة عامة. فعلى ضوء ذلك ابتدى دولة رئيس مجلس الوزراء يقول والله احنا علينا دور مشترك في المرحلة المقبلة ان احنا نخفض التكاليف بشكل عام. فقولوا لنا ايه اللي ممكن الحكومة انها تقدمه للقطاع الانتاجي بصفة عامة، كل قطاع على حدة، بحيث ان احنا نحقق في النهاية ان المواطن يحس بانخفاض في مستويات الاسعار مما يحقق في النهاية زي ما سعادتك تفضلت انخفاض في نسب التضخم اللي هي على خلال المرحلة الماضية بصورة كبيرة شوية. صحيح صحيح. يعني هو تراجع معدل التضخم صحيح 27.1 يعني، بس لا زال رقم كبير. لا يزال القفع، بس احنا الحمد لله يعني كانت الارقام دي احنا تجاوزنا، احنا كنا واصلين لارقام كبيره بالظبط. طب هسأل حضرتك على حاجه، يعني لما كانت في مشكله في مثلا البضائع اللي موجوده في الجمارك، وكانت في مشكله في اللي هو مستلزمات الانتاج اللي لما بتيجي، المشكله دي اتحلت بقدر كبير يا فندم؟ لا هي مش كده؟ يعني لما كنا بنتكلم عن الاسعار ليه ما بتتراجعش، فكان يقول لك اصل احنا عندنا مشكله، ما انتوا عارفين ما فيش استيراد لمستلزمات الانتاج، والبضائع مكدسه في الجمارك، ما فيش عمله عشان نطلعها. ليه ما حصلش تراجع بقدر ملحوظ بسبب حل المشاكل الاساسيه اللي هي كانت يعني سبب في رفع الاسعار؟ برضه خلينا نتكلم يعني بصراحه شويه. اتفضل اتفضل. يعني احنا لو عايزين نقارن مستوى الاسعار النهارده بمستويات الاسعار اللي كانت من سنتين، ففي فرق طبعا، في فرق. لان كل العوامل تغيرت، سواء كان سعر الصرف، سواء كان اسعار العالميه والى دائما اللي بيفرز السعر الحقيقي في السوق هو دائما ان يكون العرض يفوق حجم الطلب اللي موجود في السوق ويتفق مع القوة الشرائية بتاعت المجتمع. تمام. على ضوء ذلك احنا جات لنا فترة كانت صعبة جدا، اللي هي اخر شهرين في العام الماضي واول شهرين في العام ده، كانت سببت زي ما سيادتك تفضلت وقلت ان في عجز في مواردنا، كانت شويه من العمله الاجنبيه اثرت على عرض السلع وعرض المواد الخام ومواد التعبئه الخاصه بانتاج السلع، فبالتالي ارتفعت الاسعار لهذه المستويات. طبعا بالقطع يعني ابتداء من يمكن النصف الثاني من مارس اتحلت هذه المشكله، فبالتالي السوق النهارده رجع، اصبح الحمد لله ان حجم الطلب انخفض عن العرض اللي موجود. صحيح. لكن في بعض العناصر اللي قد تكون مؤثره في رفع تكاليف الانتاج، هو دي اللي احنا يعني توافقنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء ان اقل من اسبوعين هنرجع للقطاعات المختلفة. تمام. خلال اسبوعين الانتاجية نقول لهم انتوا محتاجين ايه من الحكومة تقدر تساعد بيه، تساعد على انخفاض التكاليف بالتالي انخفاض الاسعار المتداولة. طب انا هسأل حضرتك سؤال
كشهبندر تجار مصر. لا يعني ده ما هو بص يا احمد بيه، ما هو ده الايه، ده التعبير الشهير عنك يعني احمد الوكيل، شهبندر تجار مصر. بنتكلم على اللي التجار او يعني محتاجينه من الحكومه، الحكومه تقدم ايه؟ طب انا محتاج ايه من التجار؟ ما هو ناس كتير بيقولوا لا التجار كل واحد بيبيع سلعه بسعر معين، وفي ناس بتغالي في الاسعار، وفي ناس بتحتكر سلع، يعني الاتحاد برضو بيتعامل في الحته دي ازاي؟ خليني يعني خلينا نتفق يا دكتور على حاجه معينه. اتفضل يا فندم. ان الموضوع هي سلسله الامداد بالكامل، الموضوع مش تاجر. الموضوع ان منتج وناقل ومخزن وموزع وتجارة تجزئة، كل العوامل دي على بعض هي اللي بتفرز السعر في النهاية. بالقطع قد يكون هناك بعض المشاكل اللي بتواجه بعض من المنتجين، على سبيل مثلا يعني في مشاكل بتواجه قطاع النقل، في مشاكل بتواجه قطاع التجزئة. اللي انا يهمني كمان ان اقوله ان دولة رئيس الوزراء قال ان مسألة انقطاع الكهرباء دي كمان ان شاء الله في على الاسبوع الثالث خلاص ان شاء الله، يعني في يوليو خلاص. يعني فبرضو دي كانت من العوامل المؤثرة. يعني خلي بال حضرتك الموضوع بتاع انقطاع الكهرباء ده أثر بشكل كبير، يعني ممكن يؤثر ان ممكن مثلا الثلاجات اللي موجودة في العرض تقف، بضاعة لا قدر الله تبوظ بتاع، يعني دي كلها عناصر تكلفة زائدة. لكن احنا من خلال اللقاء النهاردة والكلام اللي حضرتك قلته يعني ماشيين في اتجاه مطمئن ان شاء الله. والله انا يعني النهاردة الحقيقة سعدت وتفائلت بالحكومة الجديدة اللي في توجه، وخاصة بتوجه الرئيس فتحي السيسي الحقيقه للحكومه، ان الهم الاول اللي هو الاهتمام بالمواطن وخلق حياه كريمه ومستقره له من جميع النواحي. صحيح. الجزئيه الثانيه ان الحكومه الحقيقه قاعده وبتسمع السيد رئيس الحكومه، قعد النهارده مع اتحاد الصناعات ومع اتحاد الغرف استمع واتفقنا على اتفاقات ان احنا ان شاء الله هنتعاون تعاون كامل فيما نستطيع ان نقدمه. تعاون كامل وحقيقي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا السيد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجاري. طيب من الاسعار واحنا في يعني ايه ما يطمئن ان شاء الله في هذا الكلام الى الكهرباء، لانه كان في كلام امبارح انه خلاص تخفيف الاحمال انتهى، ناس طلعت قالت لا ده ما حصلش. هي الحكومه تعهدت من البدايه انه ان شاء الله تخفيف الاحمال هيبقى يعني خلال الاسبوع الثالث من يوليو، وده برضو متفائلين بيه. انا جبت سيره الكهرباء دلوقتي ليه؟ لانه السيد احمد الوكيل كان بيتكلم انه قطع الكهرباء برضو جزء بيسبب ارتفاع اسعار، ما هي في بضايع وسلع بتبوظ. على نفس الخط كده النهارده والله في مشهد مهم قوي حصل. وزير العمل محمد جبران التقى باتنين من يعني المنتمين للعمالة غير المنتظم، اتنين مبيضين محار عملوا فيديو وهم يعني بيشتغلوا بيقولوا احنا غلابة واحنا محتاجين الدعم واحنا محتاجين المساعدة. كان وزير العمل شاف هذا الفيديو قبل ما يكلف بالوزارة، تواصل معهم وجابهم وقعد معاهم وحل المشكلة بشكل كبير، يمكن اهو قدام. بس انا حابب لو الفيديو معانا يا شباب من الاول نوريه للسادة المشاهدين. ورونا الفيديو ده. طيب يعني هو هنا اهو استقبلهم
وحل حل المشكله. بس هنا قصه مختلفه، وحابب اسمعها من معالي وزير العمل محمد جبران. معالي الوزير اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا بيك استاذ محمد، تحياتي ليك. يعني الحقيقه انا الاول بهني حضرتك على هذا المشهد اللي هو بيعكس فكر وفلسفه مختلفه تماما في العمل، بس يعني من اللحظه الاولى ايه اللي حصل حتى وصلنا الى يعني السادة الأفاضل الموجودين معاك في مكتبك؟ يعني بس أنا أتمنى أستاذ محمد للإعداد عندك يجيب الفيديو بتاع المناشدة بتاعت هنجيبه الوقت النفس. هنجيب ضروري قوي هنجيبه. حاضر. وانت بتسمعه وهو بيناشد فخامة الرئيس، وبالك تعرف قد إيه إن الناس دي فعلا هم للأولى بالرعاية. هو سبحان الله وكأنها كانت رسالة من عند ربنا، إن أنا قبل ما أتولى الحقيبة قبلها بيومين وأنا ببص كده فلقيت الفيديو ده وهو بيعمل مناشدة لفخامة الرئيس وبيقول له إحنا عمالة غير منتظمة وإن إحنا مفيش حد شايفنا، وإن وابتدى الراجل يعني بيتكلم بطبيعة الشعب المصري الطيب يعني. فأنا أول حاجة أول ما جيت هنا يعني الزملاء هم بنتعرف على بعض، قلت لهم انا عايز الراجل ده. فهو قعد يومين لغايه لما فعلا يعني تواصلوا له وتواصلت معاه انا، فالراجل بيه مش بيصدق. انت فعلا بتكلمني؟ قلت له ايوه، احنا توجهات القياده السياسيه وفخامه الرئيس ان احنا لابد ان احنا يكون في تلاحم مع الشعب. دي رساله، فانت شوف الوقت اللي يناسبك وتنورنا في الوزاره. بالظبط كده. والراجل لما جه اتكلم بكل تلقائيه، وفعلا يمكن الموضوع مش موضوع ان احنا جايبينه علشان ابدا، دي رساله للشعب المصري ان احنا، وده لسه كمان انا بنفسي هنزل الميادين. كانت ايه مطالبهم يا فندم الاول؟ اول حاجه كانت مطالبه ان احنا كعماله غير منتظمه، الراجل عنده غضروف، الراجل ما بيقدرش يشتغل غير يومين بس في الاسبوع، والموارد اللي موجوده معاه ما عندوش غير تكافل وكرامه، فطبعا المبلغ مش بيقضيه، فما كان مننا ان احنا حطيناه في الدفعات اللي هي موجوده للعماله الغير منتظمه. ومن هنا كمان كان ليه طلب تاني معاه بنته معاها اعداديه وكان طالب ان هي تشتغل، فانا قلت له لا احنا مش هنشغلها دلوقتي، لكن هنديها دوره للتمريض، والدوره دي بحوالي بتعمل حوالي 12,000 جنيه احنا كوزاره عمل نتكفل بيهم. نتكفل بيها علشان بعد كده تبقى تطلع للسوق وتشتغل وهتفيدك بعد كده السنين دي كلها. الراجل بقي يعني مبسوط جدا، ومعاه ابن تاني، والراجل التاني اللي معاه برضه ولد تاني، احنا شفنا المؤهلات بتاعتهم وان شاء الله هنوفر لهم فرص عمل باذن الله تبقى موجوده معانا. ودي الرساله اللي احنا بنقدمها للشعب المصري، زي ما هو لو انت سمعت الفيديو هو بيقول مفيش حد بيبص لنا احنا كغلابه. لا احنا هنجيب الوقت، بس انا عايز بقى انتهز الفرصه دي يا معالي الوزير واسال حضرتك سؤال. يعني الناس دول استغاثوا وحضرتك شفتهم وتواصلت. في ناس كتيره جدا ممكن يكونوا في هذا الوضع وهذه الحاله لكن صوتهم ما وصلش، ما عملوش الفيديو، ما اتكلموش. ايه خطتك لان احنا نستوعب اكبر عدد من الناس بحيث انه ما يبقاش في مصر حد حاسس انه ملوش ظهر او ملوش سند او انه هنا الوزاره يعني ده فتح باب. ازاي هتستثمره حضرتك انك تدور على الناس اللي هم بنفس الحاله وبنفس الوضع؟ طيب حضرتك ده حصل اوريدي من تاني يوم ما انا جيت فيه هنا. يعني تاني يوم توليت الحقيبه قعدت مع زمايلي، رحت مديريه القاهره، ابتدينا بالقاهره الكبرى. حضرتك في دلوقتي لجان بتنزل حصر في الميادين اللي فيها العماله، احنا اللي نزلنا ليهم وابتدينا نحصر الاماكن بتاعتهم ونعرف اعدادهم والاماكن اللي متجمعين فيها. طب قول لي، طب انت بتحصرهم ليه؟ اول حاجه بنحصرهم علشان نبتدي نوفق وضعهم، وان شاء الله باذن الله نوفر لهم كمان حياه كريمه. ايه؟ اول حاجه الناس اللي قاعده في الميادين بهذا الشكل لابد ان احنا كمان يا فندم نوجد لهم كمان مكان ادمي. تمام. فانا ان شاء الله واخد بالك، ودي توجه باذن الله ان احنا مع رؤساء الاحياء الاماكن اللي متجمعين فيها هنعمل تنده محترمه يقعدوا تحتها، يبقى اي حد عايز العماله دي يجي لها يلاقيها في مكانها في المكان ده. بالظبط. يبقى دي اول رساله ان احنا كمان عايزين نقعدهم في مكان محترم.
الحملات دي ابتدت نزلت من بقى لها 3 ايام، ولو انا بس للاسف الصور لقيتها دلوقتي هبعتها لحضرتك في المستشار العلمي جنب اهو. لا ده احنا هنعمل حاجه، احنا هنعمل حاجه كمان يا معالي الوزير، احنا هننزل كاميرات الحياه اليوم تصور هذا الكلام ان شاء الله ونعرضه مع المفتشين وهتلاقوه. ان شاء الله. وانا كمان بنفسي هنزل ليهم عشان نوصل رساله، ودي طبعا برضو دوله رئيس الوزراء في اجتماعه الاول لينا قال لابد ان الوزارات الخدميه تكون متواجده مع الشعب المصري، وده دورنا، واحنا طبعا تحت امر الشعب المصري. وعايز اقول لحضرتك كمان حاجه، احنا باذن الله هنعمل تدريب وتثقيف، ولسه كمان عندنا خطط للتشغيل في الداخل والخارج طموحه جدا، ربنا يقدرنا ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك وبشكرك على المشهد اللي احنا شفناه النهارده، لانه مبشر جدا الحقيقه. اشكرك. اسمح لي اقول حاجه اخيره. اتفضل يا فندم. يعني في وثيقه تامين جماعي معموله للعماله غير منتظمه، احب ان انا برضو، لان برضو احنا عايزين نبعت رساله الناس بتاخد ايه. يعني في مبلغ تعويضي في حاله الوفاه 200,000 جنيه، والعجز الكلي شرحه 200,000 جنيه. طب لو العامل حضرتك واخد بالك عنده علاج مزمن، او في وثيقه بمصاريف العلاج ب 20,000 جنيه. تمام جدا. الوثيقه كمان بتتحمل اجهزه طبيه للمؤمن عليه لغايه 10,000 جنيه. كل الكلام ده حضرتك كمان عندي منح موجوده في حاله العمليات الجراحيه الكبرى بتوصل ل 5,000 جنيه. وكمان حاله اجراء عمليه صغرى بياخد 2,000 جنيه. حالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، الزوجة، الابن، وهكذا 2,000 جنيه. حالة الزواج 2,000 جنيه. حالة المولود 2,000 جنيه. واخد بال حضرتك؟ طيب لو في منح للأعياد، هو احنا دلوقتي المنح دي هتتضاعف؟ هي دلوقتي 500 بس هتتضاعف، خلال الفترة الجاية هتوصل يمكن ل 1,500 جنيه. تمام جدا. المصاريف منحة مواجهة الحوادث موجودة اللي احنا قلنا عليها ب 200,000 اللي في حالة الوفاة وكده. يبقى اذا النهاردة احنا كمان طورنا الوثيقة دي علشان الحالات اللي انا شرحتها لحضرتك دي، كمان في حالة العجز والوفاة وخلافه. فان شاء الله بإذن الله احنا بنوعد الشعب المصري ان احنا نكون على قد المسؤولية. طب انا قبل ما نقفل بقى، يعني خلينا اسمع معاك الفيديو بتاع المناشدة برضو، يعني وحضرتك موجود معانا اذا تكرمت. سمعونا كده يا جماعه الفيديو المناشده. النبي يا شيخ، اللي احنا هنقوله ده يوصل، اللي احنا عالم غلابه، ناس غلابه وصنعيه غلابه، مفيش حاجه خالص، ما عندناش الا المحار والطلوش. لا قالوا الاعمال غير منتظمه بناخد منها فلوس ولا كاني ولا مال، وشغالين منا ربنا، والله منا ربنا اهو، وربنا السطاه. خلي بالك منا كده يا سياده الرئيس. يعني أنا معالي الوزير حرصت إنه يعني برضو ننشره، لأنه المناشدة صادقة جدا، وسرعة الاستجابة الحقيقة يعني بحيي حضرتك عليها، وإنه ده بقى خلاص منهج واستراتيجية في الوزارة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، متشكرين جدا لتفضيل حضرتك. أشكرك شكرا جزيلا وزير العمل محمد جبران على ما قام به وعلى هذه المداخلة. عايز اقول لحضراتكم شوية أرقام بس كده، في إنه الأيام الأولى للحكومة جاية معاها إيه؟ لانه احنا مثلا اول رقم انه الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ل 46.4 مليار دولار في يعني نهايه شهر يونيو اللي فات. ده يعد الاعلى من فتره طويله. ده اول رقم. حجم الدين العام الخارجي من 166.6 مليار في نهايه يونيو 24، نهايه مارس 24 بقى 168 مليار، يعني في 8.6 مليار يعني او 7 مليار و4 من عشرة انخفاض في الدين العام الخارجي. الفائض لاول مره بيرتفع الى 5.6 مقابل 1.6 خلال نفس العامين. تراجع عجز الموازنه العامه للدوله الى 3.6 23-24 مقابل 6% عام 22-23، وارتفاع سندات مصر الدولارية بالأسواق. كل دي حاجات أنا بقول أنه في إفاقة كبيرة جدا في العمل الحكومي،
اللي هو ايه؟ عندك كلمة كويسة تقولها حتى وانت بتنتقد السلبيات اللي انت شايفها في الحكومة، تمام. تكسير المقاديف ده يعني خلونا نبطله شوي، تكسير المقاديف والطاقة السلبية، و يعني خلينا نبطله شوي، لانه الحقيقة انا تفائلت برضو بايه الاسبوع اللي فات، كنت بتكلم وبقول انه الدكتور مصطفى مدبولي عنده فرصة ذهبية وفرصة تاريخية انه يعمل ثورة على الجهاز الاداري في الدولة، لانه الجهاز الاداري في الدولة هو معطل حاجات كتيرة جدا. افكركم بس يعني قلنا ايه الاول الاسبوع اللي فات، ورونا يا شباب. اراد الدكتور مصطفى مدبولي ان يخلد اسمه الحقيقة في تاريخ المصري. هذه الحكومة تمنحه فرصة لان يقوم بثورة في الجهاز الاداري المصري، ثورة في العمل الحكومي، ثورة في العمل التنفيذي. تتكلم على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الصغيرين والمستثمرين الكبار، واللي بيروحوا يقول لك طب أنا أروح فين وأروح لمين ويعني وأشكي لمين حالي. لا، أنت محتاج بالفعل، لأنه مصر إحنا محتاجين هنا ثقافة جديدة في العمل الحكومي. الموظفين في مصر يا جماعة يعني اهالينا واخواتنا واصحابنا، لكن هو بيطبق قواعد ولوائح فيعطل الدنيا. فانا اعتقد، وهنا اشارات زي ما بقول لحضراتكم، هذه فرصه تاريخيه الحقيقه. انا بقول هذه فرصه تاريخيه للدكتور مصطفى مدبولي انه يسجل اسمه في تاريخ مصر بانه يقوم بثوره على يعني التقاليد الباليه وعلى اللوائح اللي موجوده وعلى طريقه العمل عشان البلد تمشي لقدام. طب ده الكلام كان واضح جدا انه احنا محتاجين ثوره على الجهاز الاداري. بعد ما القى الدكتور مصطفى مدبولي بيانه امام مجلس نواب، كان زميلنا عمرو خليل على القاهره الاخباريه بيعمل معاه لقاء، فقال له تصريح مهم جدا. قال له ايه معالي رئيس الوزراء؟ خلونا نسمع مع بعض. هو بص، استكمال طبعا اهم شيء هيكله الوزارات والحكومه، ده شيء مهم جدا، وإزاي إن إحنا نسرع الخطى بموضوع التحول الرقمي والميكنة، وإزاي إن إحنا نسرع الخطى بتقديم الخدمات بصورة مبسطة وميسرة للمواطنين. ده شيء مهم جدا، اللي هو فكرة رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري كله للدولة، وإن إحنا موضوع إن يعني بالذات بقدر الإمكان يبقى أغلب الخدمات الأساسية واليومية للمواطن عايزها تبقى ممكن عندنا المجال الرقمي فيها، وان هو يقدر يدخل على منصات الدولة ويقدر ان هو ياخد الخدمات دي. ولكن في نفس الوقت المواطن اللي بيروح بنفسه بقدر الامكان نحاول نيسر ونبسط الاجراءات. نفس الكلام للاستثمار، لان ده شيء مهم جدا، ازالة المعوقات طبعا. ويمكن عشان كده فكرة الفلسفة اللي يعني ان شاء الله هنعملها في الحكومة الجديدة، المجموعات الوزارية المتخصصة اللي يبقى مسؤولة عن ملف معين عشان نقدر ان احنا نجري فيه، فده يبسط الاجراءات ويسرع الاجراءات والخطى بهذا الموضوع. الحاجة الاخيرة طبعا رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال موضوع التدريب وبناء القدرات المستمرة، لأن ده شيء تحدي كبير جدا للفترة الجاية، لأن رضا المواطن مرتبط بأن الموظف اللي بيبقى قاعد ده بيبقى راضي وقادر ومدرب على أداء الخدمات. وبالذات أن احنا يعني فيما يخص بالذات شق الاستثمار، محتاجين فعلا ناس يبقوا مؤمنين يعني أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن يعني الاقتصاد بتاعنا مش هيكبر غير كل ما أقدر أجيب موارد مالية إضافية من الخارج. فالحقيقة هتبقى ملف يعني مهم جدا إن إحنا برضو نسرع الخطى فيه، وبرضو ده ملف متقاطع مع أكتر من وزارة، ولكن إن شاء الله هيبقى تركيزنا عليه الفترة الجاية. يعني قلنا وطالبنا، ويعني حديث رئيس الوزراء الحقيقة مبشر في هذا الاتجاه. يا جماعة، مصر لن تنهض بشكل كبير جدا إلا بنهضة الجهاز الإداري بتاعها. ثقافة الموظفين القديمة بتعوقنا وبتعطلنا وعمل لنا مشاكل كتيرة جدا، فإنه ننقل هذه النقلة أمر يعني مهم. والحقيقه ما قاله رئيس الوزراء في هذا الاتجاه تحديدا امر لابد ان نتوقف امامه. وخلونا نستمع من يعني سياده المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم.
يعني ما أثاره رئيس المجلس الوزراء في هذه النقطة تحديدا، فكرة يعني الثورة الإدارية إذا جاز لنا التعبير، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي، يعني الخطوات اللي هتبقى متابعة في ده يا فندم؟ الخطوات طبعا اللي سيتم تطبيقها، وكما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء هناك حاجة لعملية إصلاح شامل وهيكلي في الجهات الحكومية المختلفة، بجانب أيضا الحرص على بناء الكوادر المدربة التي لديها القدرة على القيام بالعمل، عندما نتحدث على قيادات من الصف الثاني والصف الثالث، نحن في حاجة لبناء الصف الثاني والثالث من القيادات في الوزارات المختلفة، وهذا الأمر كان أيضا أحد التكليفات التي وجه بها السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على بناء القيادات والكوادر القادرة على قيادة العمل في مختلف الوزارات. فعملية الإصلاح هي عملية شاملة، جزء منها بيهتم بتبسيط الإجراءات وتطوير العمل داخل الجهات الحكومية المختلفة، بجانب عملية الهيكلة، وبجانب أيضا تدريب وبناء الكوادر اللازمة. طيب يعني هسأل حضرتك، هو يعني الحكومة وعدت بدا وأعلنته، لكن برضو ما يتعلق بموعد تخفيف الأحمال، يعني انتهاء تخفيف الأحمال، لأنه كان برضو في اجتماع النهاردة، وزير الكهرباء موجود، الرئيس وزراء بيتكلم، الناس منتظرة زي ما حضرتك عارف، أنه احنا الأسبوع الثالث من يوليو. بالضبط يا فندم، يعني الاجتماع اليوم بيأتي في إطار المتابعة كثيفة ودائمة من السيد رئيس مجلس الوزراء لجهود القضاء على أزمة الكهرباء. الحكومة ملتزمة، وزارة الكهرباء ووزارة البترول والمالية، الكل ملتزم بوقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء فصل الصيف، وفي كل الأحوال إن شاء الله سيتم وضع الخطة للانتهاء تماما من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري. فالاجتماع اليوم كان بيأتي في إطار متابعة تلك الجهود، وجهود أيضا توفير الوقود اللازم للقضاء على موضوع تخفيف الأحمال. طيب يعني إنه هنا ما يحدث خلال لحد ما نوصل للأسبوع الثالث ونهاية العام، الأسبوع ده احيانا بيعلن انه طب النهارده ما فيش تخفيف احمال، برضو عشان الناس، لانه انت عارف حضرتك الناس بتاخد الكلمه وبتمسك فيها، احنا تخفيف الاحمال مستمر لحد الاسبوع الثالث من يوليو فقط، مستمر حتى الاسبوع الثالث فقط، وما تم امس هو كان في اطار الجهود التي تقوم بها وزاره الكهرباء من معرفه الاستهلاك الحقيقي من الوقود في حاله وقف تخفيف الاحمال، فان شاء الله مستمرين في تخفيف الاحمال حتى الاسبوع الثالث، ومع الاسبوع الثالث سينتهي تماما تخفيف الاحمال حتى نهايه فصل الصيف. تمام، بشكر حضرتك جدا معالي المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء. طيب في حاجه مهمه جدا عايزين نتوقف عندها، وهو اللجنة البرلمانية اللي بتناقش بيان الحكومة، لأنه في ناس كتيرة بتسأل، هو اللجنة هتنتهي من عملها خلال عشر أيام، في اجتماعات الصبح واجتماعات بالليل، بس هي اللجنة دي مين؟ يعني أنا هقول لحضراتكم مكونات هذه اللجنة، بيرأسها المستشار أحمد سعد الدين اللي هو وكيل مجلس النواب، ده رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين. اللجنة فيها الأعضاء محمد أبو العينين وندى ألف ثابت وإيرين سعيد ومصطفى بكري وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي وسليمان وهدان وغدا علي وأحمد فتحي، السادة النواب الأفاضل طبعا، وبيشترك معاهم ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب، فهتلاقي عندك أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن، أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عبد العليم داوود حزب الوفد، عاطف المغاوري التجمع، أحمد خليل خير الله حزب النور، محمد الفيومي حزب الحرية، أحمد مقلد حزب المؤتمر، هشام هلال حزب مصر الحديثة، وإيهاب منصور
حزب المصري الديمقراطي، ومعاهم رؤساء اللجان النوعية. التركيبة بتاعت اللجنة تركيبة فيها الخليط السياسي كله، مستقلين معارضين، بحيث انه يعني لما المجلس النواب يقول للحكومة انه البيان بتاعك او البرنامج بتاعك تمام اشتغلوا على خيرة الله، فيبقى تمت مراجعته بشكل كبير جدا. هنا البرلمان بادئ كمان في حالة إفاقة، كان بيعمل بكل جهده لكن في حالة إفاقة كمان تتناسب مع حالة الإفاقة مع يعني الحكومة اللي جايلنا بيها إن شاء الله. خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل يعني هنرجع لحضراتكم. عندنا يعني حديث عن انفراد مهم جدا، وخبط صحفية وإعلامية مهمة جدا، خلونا نتكلم فيها بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. بلغه الصحافه احنا قدام خبطه صحفيه من العيار الثقيل، وبلغه الاعلام احنا قدام سبق مهم جدا. لدينا ابنه قيادي في التنظيم الدولي للاخوان، ساره محمد علي. قدرت زميلتنا الكاتبه الصحفيه والاعلاميه عائشه نصار ان تقتنص هذا السبق، وسجلت مع ساره محمد علي ابنه قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان اعترافات في غاية الخطورة. لكن قلب هذا الانفراد اعتراف سارة محمد علي بأنه والدها القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان كان موجود يوم اعتصام فض اعتصام رابعة، وقتل خارج الاعتصام بيد جماعة الإخوان وليس بيد الأمن كما ادعوا، بما يعني أن لدينا في هذا الملف لا تزال أسرار كثيرة جدا. هذا اللقاء أذيع في برنامج الزميلة عائشة نصار على صفحة أون تي في لايف، عندها برنامج بودكاست مهم جدا اسمه من الآخر كده. عايز أوري لحضراتكم البرومو بتاع هذا السبق والاقتناص الحقيقة الإعلامي الكبير، وبعدين نعرف كواليسه. ورونا يا شباب. أبويا اتقال لي أنه مات وأنا مش لاقيه جثته. التنظيم بيقنعني أنه خرج من هناك جثمان. محمد علي القيادي في التنظيم الدولي وقتها، فإحنا بنتكلم عن قيادي إخواني بالغ الخطورة. كان ضمن مهمة بيسموها ضابط اتصال. قال السيسي زي الخاتم في صبعنا، كان خيرت الشاطر. ذهب والدك للقاء القيادات الميدانية في الأقصى. واحد الأول القيادات قال له عايز تفضوا اطلع على المنصة قدوهم يلا بفضوا. كل ما الدم يكتر كل ما الناس هتتلم علينا. والدي ساعتها انفعل وقال لهم أنا ماشي ومش عايز أعرفكم تاني. التليفون اتقفل. واتقفل للأبد. ما عندكيش طاقة أنه ممكن يكون خرج من الاعتصام على رجله؟ عندي طبيب شرعي بيقول انه ما توفاش في التوقيت ده. انا رحت لقيت الجبين سليم، خد الشمال متهتك ومضروب من المسافه صفر. يعني هذا الاخوان حكى روايه تفصيليه. كل ده مش حلو، وهما مش هيقبلوا اي حاجه تدين التنظيم باي طريقه. يعني ده برومو الحلقة الأولى من هذا الانفراد الكبير، واللي زي ما بقول لحضراتكم اللي بيقول لنا إن في كهف أسرار قدرت عائشة نصار أن تقتحم هذا الكهف، وتأتي لنا بسارة محمد علي التي تتحدث لأول مرة بهذه التفاصيل. يعني معي الكاتبة الصحفية والإعلامية الزميلة عائشة نصار. أهلا بك يا عائشة. اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك. يعني انا بهنيكي طبعا انه على هذا الانفراد الكبير الحقيقه، لانه بكل المعايير الاعلاميه والصحفيه احنا قدام خبطه في ملف معقد ومتشابك جدا. وانا يعني بهنيكي وعايز اسالك يعني ما الذي خرجت بيه؟ قبل السؤال انا اللي بشكر حضرتك على الكلام ده كله، اشكرك لا جدا. لا الحقيقه أشكرك. الحقيقه يعني ده حقك تماما،
وانا بدعو الجميع انه يشوف هذا اللقاء، هم لقاءين الحقيقه، يشوفوا اللقاءين على الصفحه بتاعه اون تي في لايف. قولي لي ايه اللي خرجت بيه من هذا يعني هذا العمل الصحفي الكبير، يعني ايه اللي غير عندك لانك شغاله في هذا الملف بقالك فتره طويله؟ هو الحقيقة نقدر نقول واللي واضح جدا ان احنا قدام شهادة تنظيمية نوعية جدا بتمثل اضافة، شهادة بالغة الخصوصية، لان هي مش بس من قلب الجماعة ومن قلب التنظيم الاخواني، ولكنها على لسان ابنة قيادي في التنظيم الدولي للاخوان وهو محمد علي القيادي في جهاز التخطيط بالتنظيم الدولي. عندنا من خلال الشهادة كشف تنظيمي ضخم زي ما هو واضح، جريمة تنظيمية بالغة الخطورة بتصفية الجماعة لاحد قيادتها في مصر وهو قيادي التنظيم الدولي محمد علي زي ما قلت. الحقيقة الواضح أن سارة محمد علي ابنة القيادي الإخواني في سبيل الوقوف على ما حدث تحديدا لوالدها وفي سبيل الإشارة لقاتلي، بنشوف أن هي بتقرر أن هي تكسر السياج الحديدي من السرية للتنظيم وبيتكشف حتى عن الأدوار التنظيمية اللي كان بيلعبها والدها. فبالتالي احنا بنكتشف من خلال كلامها هؤلاء الأشباح اللي كان والدها احدهم، رجال الظل اللي بيتحكموا بالساعة. يعني احنا طول عمرنا من خلف الستار احنا طول عمرنا شغالين على التنظيم وفي ناس طالعه على المسرح والشاشات، لان لكن في ناس تانية قياديين بتتحكم بالفعل، هي دي اللي بتقود التنظيم. ده واحد منهم بالفعل. محمد علي ده بالظبط. احنا من خلال الشهادة بنكتشف انه محمد علي ده ليس فقط قيادي في جهاز التخطيط في التنظيم الدولي وليس فقط قيادي في الجماعة في مصر، وانما كان بيقوم بمهمة بالغة الخطورة اسمها مهمة ضابط الاتصال. احنا اول مرة نسمع عن ضابط الاتصال ده. صحيح إيه؟ صحيح. ضابط الاتصال بنكتشف من خلال شهادة سارة تفاصيل مهمته بالضبط، ومن خلال المهمة دي بنكتشف العلاقة الوثيقة أولا بين الجماعة في مصر والتنظيم الدولي، لأنه ضابط اتصال بين أفرع التنظيم الدولي وبعضها وبالتالي بين الجماعة في مصر والتنظيم الدولي. ده أول ضابط الاتصال. كمان هو ضابط اتصال بين الجماعة من جانب وبين عدة أجهزة أمنية في المنطقة. فإحنا بنتكلم عن قيادي إخواني مهم طبعا طبعا. طيب أنا هعمل بلعبة الإعلام يعني نوع من التشويق للسادة المشاهدين وهدعوهم ان هم يشوفوا الحلقتين ويتعرفوا على جريمه كبرى قامت بها الجماعه ويتعرفوا على عالم كبير جدا، وتبقى مناسبه مره اخرى لتهنئتك على هذا الانفراد وانه الناس يهنوكي بيه ان شاء الله. انا بشكرك جدا الكاتبه الصحفيه والاعلاميه الزميله عائشه نصار، وبدعوكم لمشاهده هذا الانفراد الكبير. وخلونا نرجع بعد الفاصل لقضيه الحبس الاحتياطي، ما لها وما عليه. أهلا بحضراتكم من جديد. الحبس الاحتياطي قضية في ناس كتيرة جدا يعني مش بتتخوف من الاقتراب منها أو الحديث فيها، ولكن هي أصبحت موجودة على أجندة الحوار الوطني، بيتم النقاش حواليها على أجندة المجال العام حتى في مصر، وحتى لا يختلط الحابل بالنابل كما يقولون، إنه هل إحنا قدام أزمة كبيرة جدا تتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، ولا إحنا قدام إجراء قانوني بينظمه القانون، البعض لديه وجهة نظر في هذا التنظيم بيطالب ببعض الأشياء، هل ما يطالب به البعض ده أمر يتفق مع القانون ولا السياسة ليها ظلال عليه؟ ده اللي احنا هنناقشه النهاردة الحقيقة مع ضيفي الكريمين، الدكتور محمود كوبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. والدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب. أهلا بك دكتور. أهلا منور. أهلا بي. ربنا يخليك. نبدأ بدكتور كوبيش. طبعا كبير. يعني قضية الحبس الاحتياطي، أزمة الحبس الاحتياطي، مشكلة الحبس الاحتياطي، بتسميها إيه الأول يا دكتور؟ لا هي الحقيقة أنا عايز بس أوضح
ان المناداة بتعديل تشريعي اعتقد ليس لها محل. ليس لها محل. سبب بسيط جدا، احنا عندنا في قانون الاجراءات الجنائية من الضمانات للحبس، لضبط الحبس الاحتياطي، ما يفوق او ما لا يقل عن اي ضمانات موجودة في اي قانون اخر من قوانين الدول المتقدمة. المسألة محتاجة ضبط التطبيق في العمل. إشكالة عشان أكون صريح مع سعادتك، ضبط التطبيق بالضبط. يعني إحنا عندنا ضمانات كافية جدا بالنسبة لشروط الحبس الاحتياطي، بالنسبة لأسباب الحبس الاحتياطي، بالنسبة للمدد القصوى الحبس الاحتياطي، ده موجود في القانون. في القانون. وده تم تدعيم النصوص بنصوص وضعت في سنة 2006، وأنا الحقيقة شرفت بأني أكون أيام المرحوم المستشار ممدوح مرعي مكان وزير العدل، أنني أكون في اللجنة اللي هي اقترحت مشروع تعديلات اللي هي أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية. فنحن لدينا من الضمانات ما يكفي تماما. المهم هو في ضمان التطبيق. التطبيق الحقيقة. ما أعرفش، يمكن أحداث يناير كان 2011 يمكن إدت متسع من حالات التطبيق، ربما كان لظروف، ويمكن الاحداث اللي برضو مرت بيها مصر بعد 2013 بالظبط. يعني من 2011 واحنا ماشيين كان في مبرر شويه ان احنا نخرج بعض الشيء على القواعد المنصوص عليها في القانون، ولكن لم يعد لها مبرر الحقيقه. صحيح. يعني احنا محتاجين فقط ان احنا نلتزم بالنصوص التشريعيه الموجوده. أنا مش محتاج تعديلات إطلاقا، لأن إحنا عندنا مشكلة يا دكتور محمد، كلما طرأت مشكلة ما نتكلم عن التشريعات، نبدأ نقول تعديل تشريعي. طب ما تخليني أروح للتشريع يكفي تماما للدكتور إيهاب. يعني دكتور كوبيش دلوقتي تقريبا يعني قفل المناقشة قفل المناقشة من الأول، إنه إحنا عندنا مجموعة من القوانين والتشريعات الكافية جدا لتنظيم عملية الحبس الاحتياطي، لكن الأزمة في التطبيق. لا أنا إذا التزمنا بالتشريع اللي موجود خلاص مش محتاجين، مش محتاجين تشريع حاجة جديد. هل تتفق في ده؟ لا أتفق طبعا أستاذنا ومعلمنا طبعاً. لكن إحنا محتاجين. أنت كنت حقوق القاهرة ولا فين؟ أنا كنت حقوق عين شمس، لكن الماجستير والدكتوراه في القاهرة. طب يعني كده تمام. لكن اللي كنت عاوز أقول لحضرتك، إحنا عندنا مشكلة اللي بتؤرق كل متقاضي وبتؤرق الرأي العام، وهو مدد الحبس الاحتياطي. المدد الحبس الاحتياطي كثير من الفقهاء وكثير من المطالبين بتخفضها، لأن احنا كان عندنا المدد بتصل إلى سنتين، والمدد كانت مفتوحة ما كانتش ليها حد أقصى. يعني احنا دلوقتي السنتين دول بالمنصوص عليهم في القانون، طب دول مرحلة التحقيق ولا المحاكمة؟ ده التشريع الوقت، انه الحد الاقصى للحبس الاحتياطي سنتين، ملناش سقف. ليه؟ لان احنا عندنا في مراحل في التقاضي، من مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ومرحلة محكمة النقد، طعن امام محكمة النقد. فبالتالي السنتين دول هيكون حد الاقصى فيها ايه؟ لو انا قعدت سنتين رهن التحقيق المفروض يخلو سبيلي. طيب قبل السنتين بيوم نزلت محاكمة، بعد المحاكمة قعدت سنتين تانيين في المحاكمة، كان مرحلة التحقيق غير مرحلة المحاكمة غير قدام محكمة النقد لما اطعن على الحكم قدام محكمة النقد. التشريع الجديد والتعديل الجديد بقى اللي احنا عملناه، قلنا لا، اولنا خفضنا مدد الحبس الاحتياطي، ثانيا لا الاول انت حددتها لان وحددت حد اقصى. كل مراحل التحقيق والمحاكمه ومحكمه النقد تدخل في الفتره، تدخل بقى في الفتره اللي احنا حددناها بحد اقصى بقد ايه؟ بل سعادتك احنا حددناها بحد الاقصى سنه ونص. سنه ونص.
18 شهر. ده التشريع القائم. ده التشريع القائم. اللي هو الدكتور كوميش بيقول الالتزام بيه. النص دكتور ايهاب. النص القديم. لا ما هو النص القديم دكتور. كان محدد الفترات تحديد رائع. ده اللي قبل التعديل يا دكتور. نعم. اللي قبل التعديل. اللي قبل التعديل. كان محددها بقد ايه؟ محددها في فتره التحقيق بانها لا تزيد عن 3 شهور قبل الاحاله ان لم يكن المتهم قد احيل في الجنح. ولا تزيد الجنح. عن 5 شهور في الجنايات الا اذا احيل المتهم. وفي كل الاحوال عايز ايه احسن؟ احسن من كده. ما هو بيقعد على محكمه الجنايات في غرفه المشهور. طب ما هو لما بيروح محكمه الجنايات او يحال للمحكمه ممكن التجديد بمعرفه المحكمه او بالظبط يعني استمرار الحبس بمعرفه المحكمه. بس المشارع قال ايه في النهايه؟ قال لا يجوز بحال ان تزيد مده الحبس في عن ثلث سواء جنايه او جنحه عن ثلث الحد الاقصى للعقوبه اللي هي المتوقعه بالنسبه للجريمه او المنصوص عليها بالنسبه للجريمه. أيوة. وفي كل الأحوال احنا عايزين ايه احلى من كده. وفي كل الأحوال لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في الجنح عن 6 أشهر او 18 في شهر. 6 أشهر في الجنح 18 شهر في الجنايات الا في حالات المعاقب عليها بالمؤبد السجن المؤبد او الإعدام سنتين. قال تصل الى 2 سنين. وكان ايام ما حصل نقاش ايام المحاكمات اللي هي لاحقه ل 2011 قالوا انه القضيه قد تحتاج في بعض الحالات اذا الشخص راح امام محكمه النقض واعيدت القضيه لم يعد لذلك مجال. قالوا ان هو ممكن مده الحبس لا تحدد يعني تكون مفتوحه. ايوه انا اتمنى من كل قلب هو ده بقى الكلام ان هذا يطبق. طب علي. لا انا اقول لساعتك اولا احنا خفضنا المدد اللي وارده عند ساعتك ال6 شهور دي احنا عملناها 4 في الجنح. ده مشروع احنا لسه ما اتعملش ده مشروع. لا انا فاهم انه لسه احنا على التشريع القديم. التشريع القديم اللي الدكتور كويش كان بيستعرضه. انت اقترحتوا التخفيض ال6 شهور ل4 ال18 ل12 شهر. السنتين ل18 شهر لسنه ونص. ده المشروع. وحدينا حد اقصى في كل المراحل ان لا تتجاوز هذه المدد. يعني في اي مرحله سواء تحقيق محاكمه محكمه النقض بعد كده هو لا يزيد هذه المده عن 1.5 سنة بالنسبه للعقوبات اللي هي في الجرائم. طيب. الكبيره المؤبد والاعدام. انا اتوقف عند النقطه دي عشان هنيجي على فكره الخروقات اللي التطبيق وازاي نعالجها. يعني مش خروقات يعني خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها. بس انا حقيقه يعني خلونا نرحب مع بعض بمعالي وزير الثقافه الدكتور احمد فؤاد هنو. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني كنا قبل لقائنا الحواري معايا دكتور محمود كوبيش والدكتور ايهاب رمزي كنا بنتكلم على الوزارة والمهمة الحقيقة أنا بعتبرها وأعرف جيدا أنها مهمة ثقيلة جدا حضرتك بتتصدى ليها. وكنا بنستعرض مقال لي الأستاذ محمد سلماوي كان بيسأل على أين الثقافة في بيان الحكومة. وقلت أنه الاجتماع النهاردة مع حضرتك ما بينك وبين رئيس الوزراء كان يمثل نوع من الإجابة. الرسالة الأساسية يعني أو الاستراتيجية الأساسية الفكرة الأساسية اللي بتحرك عمل حضرتك إن شاء الله في وزارة الثقافة خلال توليك لهذه المسؤولية هيكون إيه فن؟ الحقيقة هي وزارة الثقافة خطة العمل بتاعتها والأكشن بلان بتاعتها بتمتد لمحورين أساسيين. المحور الأولاني طبعا رفع البنية التحتية نفسها للقطاعات والهيئات بتاعت الوزارة وطبعا تتمثل في اماكن تلقي هذه الروافد الفنيه والثقافيه من دور عرض من مقرات ومسارح منها هيئات الكتاب منها التراجم منها نفس عمليه النشر نفسها بمختلف الروافد بتاعتها طبعا فنون تشكيليه بكل انواعها. فدي محتاجه الحقيقه رفع كفاءه البنيه التحتيه نفسها لهذه المناهج لانها في الاخر طاقات اللي هي من خلالها نقدر ان احنا نستعرض بيها المنتج بتاعنا بشكل يليق بالثقافه المصريه وطبعا مجهود ومخرجات المبدعين
مختلف فصائلهم في المجتمع الثقافي المصري. الجزء الثاني الشق الثاني طبعا بينصب على رفع طبعا الكفاءة الشخصية للقائمين على إدارة هذه القطاعات الثقافية والهيئات الثقافية. طبعا لا يخفيك سر ان هو طبعا محتاجين جدا عمليات تدريبية مكثفة، محتاجين جدا استخدام الخبرات اللي ممكن تساعد على تسويق هذا المنتج الثقافي وترويجه، وكمان بالتالي ان هو ينتشر على شكل سكيل اكبر. طبعا الاثنين دولة الحقيقة مع بعض هيبقى لهم تأثير ايجابي جدا على المنتج الثقافي، وطبعا انعكاسه على المتلقي هنا جوه مصر وعلى الشكل الاقليمي بتاعنا، وعلى طبعا انعكاس الدولي او على التأثير الدولي طبعا بعد كده من خلال المنتج بتاعنا يبقى ليه قدرة اكتر على الاحتكاك والتأثير على المستوى الدولي. طب الحكومة رفع شعار مهم جدا وهو العدالة الثقافية، يعني كيف يمكن أن يتحقق هذا الشعار أو هذا المفهوم كل مواطن مصري يعني يصل ما يحتاجه من الثقافة ومن المعرفة ومن الوعي؟ والحقيقة دوت برضو ياخد جانبين. هو الجانب الأولاني هو أن المواطن المصري احنا كلنا مشتركين في الثقافة المصرية. كل الشعب مختلف في الثقافة المصرية، احنا لبنة أو طوبة كلنا في هذا الجدار وحلقة في سلسلة طويلة من الثقافة المصرية. فمعنى كده ان كل واحد ممكن يدلو بموهبة معينة او حرفية او مهارة معينة، عطاء معين في المجال الفني او الثقافي ممكن يكون السلسلة الطويلة دي من العمل الثقافي المصري. لكن هي مش محتكرة بس على نخمة معينة، صحيح عندنا النسيج ده، ودي الرؤية الجديدة بتاعت الثقافة المصرية تحت مظلة الحكومة الجديدة ان احنا كلنا نكون جزء من هذا العناصر الثقافية. ودي حاجة مش جديدة الحقيقة، ان العالم دلوقتي مبني على ان الثقافة جماعية، بمعنى ان احنا كلنا مفيش هيئة تحرير معينة تستقي منها المعلومة وهي اللي بتديك ايه مصدر الخبر او ايه مصدر المعرفة اللي انا عايز اديهولك بعد التنقيح بعد، لا احنا كلنا مصادر لهذه المعلومة ومصادر للثقافة. وطبعا حاجة ادرى مني ان في منصات كاملة مبنية على الكول براند ده، ان احنا كلنا جزء من هذه الطاقة الإبداعية، جزء كبير من هذه المنصة اللي احنا كلنا بنحط عليها المحتوى بتاعنا. المحتوى ساعتها ممكن يفرز أشياء كثيرة جميلة جدا وجذابة جدا، منها الصالح من الصالح، ولكن في الآخر خالص المجتمع بيبقى عنده حراك ثقافي مهم جدا. فاحنا عندنا اثنين، ان الثقافة تكون الملك لجميع الناس، الثقافة إنتاج جميع الناس. صحيح، دي حاجة مهمة جدا. يعني صحيح بهذه الفلسفة والاستراتيجية ان شاء الله يعني نتابع مع حضرتك يعني هذه المسيرة، وبتمنى يعني كل التوفيق لمعالي الوزير الدكتور احمد فؤاد هنو في مسؤوليته القادمة ان شاء الله. بشكرك جدا معالي الوزير. طب خلونا نطلع فاصل سريع ونيجي، انه حضرتك سميتها يا دكتور ليه؟ يعني كنا بنقول خروقات فقلت لا لا يعني خروقات دايما نستخدم يعني الفاظ شويه هاديه شويه. حاضر، انتوا رجال قانون، ما هو ده الفرق بين رجال قانون ورجال الاعلام. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل هذا النقاش حول الحبس الاحتياطي. هل محتاجين لتعديل تشريعي ولا محتاجين لتطبيق التشريع اللي موجود بالفعل؟ خلونا نتكلم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، وبنستأنف هذا الحوار حول الحبس الاحتياطي. هدف من هذا الحوار حاجة بسيطة جدا، أنه نبقى عارفين هل الحوار الدائر في المجتمع، المطالبات، المناقشات، الصراعات أحيانا حقيقية، ولا إحنا بنفتعل حوار حوالين موضوع مش محتاج إعادة نظر في تشريعات أو نعمل قانون جديد. يمكن زي ما كان بيقول الدكتور محمود كويش، احنا عندنا التشريع بس محتاجين بس التطبيق. دكتور إيهاب رمزي بيقول لا، احنا عملنا تعديل وعندنا مشروع القانون اللي هياخد دكتور اجراءاته او وقت. طيب هاجي للدكتور كويش، يعني حضرتك بتشير الى فكره انه التشريع موجود بس التطبيق هو اللي فيه مشكله. ايه مشاكل التطبيق اللي حضرتك؟ أنا مبسوط جدا على فكره من اللي اتفضل بيه الدكتور ايهاب، انه تم تخفيض مدد ده كويس في الـ ده شيء رائع، بس وحد وضع حد اقصى وحد اقصى للحبس الاحتياطي.
ما يا ريت، يا ريت يطبق، يا ريت يطبق الحالي. الأمر الثاني والمهم جدا يا دكتور محمد، ويمكن يتفق معي الدكتور إيهاب سيادة النائب، إنه فلسفة الحبس الاحتياطي ربما غائبة عن الكثيرين. الحبس الاحتياطي لازم يفهم بإنه إجراء استثنائي، يعني ليس هو الأصل، بمعنى إن الأصل والطبيعي إن المتهم حتى اللي توجد أدلة قوية على ارتكابه الجريمة بيحقق معه ويخلى سبيله إلى أن يحكم عليه بحكم نهائي. ده أي نوع من المتهمين أو مرتكب الجرائم؟ الأصل الطبيعي إنه يخلى سبيله. تمام. الحبس الاحتياطي هو استثناء لاعتبارات معينة، وكان قانون 2006 برضو اللي هو أدخل بعض التعديلات التشريعية على الحبس، على القانون الإجراءات الجنائية في خصوص الحبس الاحتياطي، حدد أسباب محددة واضحة للأمر بالحبس. يعني الأصل إنه لا يحبس الشخص احتياطياً حتى المتهم، تمام، وإنما لا يحبس إلا إذا توافر أحد الأسباب الأربعة اللي نص عليها التشريع، إنه يكون في خشية من الهرب واحد في جريمة محكوم عليها. طبعاً في شرط أساسي، فرق بين المبررات والشروط. الشرط الأساسي إنه يكون في جريمة وفي أدلة كافية على ارتكاب الجريمة. الشرط الثاني إن الجريمة يكون معاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل. الشرط بعد كده المبررات بقى، إنه يخشى عليه من الهرب في جريمة عقوبتها الحبس، إنه يخشى إنه يحدث مساس جسيم بالأمن، بالأمن العام، إنه يبقى واضح إنه حيؤثر على الشهود أو سير القضية، أو إنه ما يكونش له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل دولة. والمشرع كان حريص جدا، دكتور إيهاب يعلم ذلك، إنه يلزم الجهة التي تأمر بالحبس الاحتياطي إن هي تحدد السبب اللي من أجله صدر قرار الحبس الاحتياطي. فليس المفروض إن أنا سين جيم سين جيم يحبس المتهم، لا، ده الأصل أن يخلى سبيل. طب خلينا توافر للدكتور إيهاب، لأنه دايما يبدأ أنه أنا المرة دي مش معترض، لا مش مختلف، لا ما فيش اختلاف، ما فيش اختلاف، هو ما فيش تعديل هنا لأنه هو الدكتور بيقول أنه الشروط موجودة، وضع استثنائي وله شروط، وانه كل الحكايه هي المطالبه بانه التطبيق بس هو اللي يبقى نحن نعتبر ننظر اليه دائما على انه استثناء، تمام، وليس هو الاصل. بالضبط. هو فعلا هو يعني هو في القانون هو استثناء طبعا، لكن هناك يعني ما جينا في التطبيق العملي لقينا انك انت ممكن تتحبس حبس احتياطي توصل لسنه ونص وسنتين، وممكن يزيد، وبعد كده يقضى لك بالبراء. طب وبعدين نعمل ايه في الموضوع ده؟ الوقت ده مين يحاسب عليه؟ مين يحاسب عليه؟ بالبلد يعني. فوضعنا في المشروع الجديد تعويض عن الحبس الاحتياطي، وقلنا ده نص جديد ما كانش موجود في القديم. موجود طبعا، موجود بس الاليه ما اتوجدتش يا دكتور ايهاب. يعني هو النص ده موجود من سنه 2006، وكان في النص ده بيقرن بضرورة صدور قانون يحدد. أيوة. ما تعملش التعويض، لكن هنا ده موجود ده في التعديل. إذا عدلت وحطيته هذا القانون يبقى كويس جدا. ونصينا عليه نص صراحة في المشروع الجديد أنه يتم التعويض عن الحبس الاحتياطي، ووضعنا له يعني آلية ووضعنا له معايير، وقلنا أنه لابد من التعويض طبعا، وقربنا التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة القضاء له بالبراءة. تمام. بس ده طبعا ما كانش موجود في القانون الحالي. وبالتالي انا بقول لحضرتك احنا يعني احنا عدلنا المنظومه، وعدلنا المنظومه للافضل وللاحسن. لان عاوز اقول لحضرتك حاجه، انه قانون الاجراءات الجنائيه ده احنا ده في اي مرحله دلوقتي؟ احنا دلوقتي هقول لسعادتك، احنا دلوقتي خلصنا، هو تم اعداد او تشكيل لجنه لمنبثقة من اللجنة التشريعية، وتم تشكيل اللجنة دي
بهيئه رائعه جدا. اللجنه دي كان فيها مجلس القضاء الاعلى، وكان فيها وزاره الداخليه، وكان فيها مجلس حقوق الانسان، وكان فيها اساتذه الجامعات، وكان فيها نقابه المحامين، كان فيها لجنه الدفاع الامن القومي، وكان فيها مجلس الشيوخ مشارك، وكان فيها طبعا مجلس النواب، وكان فيها مجلس القضاء الاعلى، وكان فيها وزاره العدل، وكانت لجنه مكبره. هذه اللجنه اشتغلت 14 شهر. خلصنا المهمه في اعداد لقانون، اعداد جديد بشكل جديد قانون الاجراءات الجنائيه. مش حبس احتياطي بس، حبس احتياطي ده باب من ضمن ابواب قانون الاجراءات الجنائيه. وتم الانتهاء من مشروع قانون الاجراءات الجنائيه الجديد، ورئيس المجلس في الجلسه اللي قبل السابقه دي على طول اعلن ان اللجنه التشريعيه سوف تستمر في مناقشه قانون الاجراءات الجنائيه الجديد لاعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب فور انعقاده في الدور الانعقادي الاخير. الاخير الاخير. فبالتالي احنا هنشتغل شغالين على طول في الصيف بامر من رئيس المجلس. حلو اللجنه التشريعيه الانجاز ده عشان ننجز العمل. طيب احنا هننجز حاجه سريعا وبعدين ناخد ماشي. كلمات اخيره من حضراتكم، لانه معي المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء. اهلا بحضرتك يا فندم. اخيرا اهلا بحضرتك. اهلا بيك وبهني حضرتك. طبعا يعني انا بهني حضرتك وبقول ايه كل الدعم والمسانده في المهمه الكبيره اللي يعني حضرتك تحملتها بتولي وزاره الكهرباء. وزير الكهرباء النهارده فندم يعني قلوب وابصار وعقول المصريين معلقه بيه في يعني انهاء تخفيف الاحمال، وفي خطوات مهمه جدا اتخذت لده، وفي وعد من الحكومة إن شاء الله الأسبوع الثالث من يوليو تنتهي مسألة تخفيف الأحمال حتى نصل إلى هذه النتيجة. ما الذي تقوم به الحكومة فندم إن شاء الله يعني بحيث أن وعدها يتحقق في موعده؟ يا فندم ربنا يخليك، أنا شاكر جدا لسيادتك وشاكر طبعا الثقة اللي أولنا بيها فخامة الرئيس. والحقيقة احنا شغالين على التوجيهات وعلى الرساله اللي دوله رئيس الوزراء قالها وبيان الحكومه. وزي ما حضرتك اتفضلت احنا الحقيقه الـ 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 الشغل الشاغل واللي احنا عملناه في خلال الايام القليله ديت هو زي ما حضرتك اتفضلت ان احنا ازاي نقدر نوصل بعمليه تخفيف الاحمال ديت لاقل درجه لغايه ان شاء الله مستحل حل كامل. ده كان طبعا بيستلزم ان احنا ننسق مع الحقيقه عديد من الجهات. وطبعا اولها او الزملاء معانا في وزاره البترول على اساس ان احنا ناخد كل القياسات وكل الاحتمالات ومصادر توفير الغاز او الوقود البديل يعني. ونبتدي نشتغل في الجزئيه دي، واحنا خدنا يمكن قياسات وامبارح احنا ما فطرناش عشان برضه نتاكد من حساباتنا اللي موجوده على الطبيعه اللي يعني امبارح وقف تخفيف الاحمال ده كان جزء من الاجراءات اللي هنوصل بها للنتيجه ان شاء الله. مظبوط يا فندم. طبعا عشان نوصل لافضل نموذج للتشغيل بالامكانيات اللي موجوده عندنا الحقيقه وزاره الكهرباء يعني عندها بنيه تحتيه قويه جدا، عندنا وحدات توليد قويه جدا، وعندنا برضه ربط جيد جدا مع قطاع البترول سواء لتوفير الغاز او المازوت، ونحاول نوصل للحد الامثل للتشغيل باحسن عدد من الوحدات، وفي نفس الوقت نكون متاكدين على ان الخدمه اللي واصله للناس موجوده بطريقه يعني منتظمه. فاحنا الحقيقه خدنا امبارح الاكسرسايز ده وعملناه، ويمكن يبقى نحاول نجرب يوم تاني بسيناريو تاني مختلف، لكن احنا ان شاء الله طبعا التوجيهات اللي عندنا من دوله رئيس الوزراء على ان احنا نحل الموضوع ده باحسن سيناريو ان شاء الله زي ما سيادته وعد هيكون ان شاء الله افيلبل زي ما هو قلنا على اخر الشهر، وان شاء الله هنكون يعني في استدامه، ودي اهم حاجه احنا بنحاول نعملها. احنا اجتمعنا مع برضو مركز التحكم اللي موجود عندنا، احنا رحنا هناك واتكلمنا مع الزملاء، اتكلمنا مع الزملاء في التوزيع، واتكلمنا يعني لان احنا في الاخر انا قلت لهم النهارده في التوزيع احنا بنعمل خدمه وبنوصل خدمه للناس، ولازم ازاي يكون التعامل مع الجمهور وازاي حل المشاكل في اسرع وقت، ومراجعه كل التفتيشات والحاجات اللي موجوده هتبقى في لجان موجوده من الوزاره بصفه دايمه، واحنا هنكون طبعا متواجدين معاهم ان شاء الله على طول يعني في مواقع العمل وفي مواقع التوزيع وفي المحطات كلها عشان نتاكد ان شاء الله ان الخدمه موجوده ومستدامه باذن الله.
طب هتعملوا ايه في الفاقد يا فندم ومعلش في التعبير برضو المسروق؟ يعني في سرقات بتحصل، في فاقد بيحصل، هنعالج برضو ده ازاي؟ تمام. احنا طبعا عشان خاطر نحدد الفاقد بالظبط، سعادتك ما تفضلت لمست نقطه مهمه جدا واحنا ركزنا عليها من اول يوم. احنا عندنا طاقه مولده وبيحصل فقد فني نتيجه عمليه النقل بين عمليه التوليد لغايه عمليه النقل من خلال الشبكه اللي موجوده لغايه ما تروح للتوزيع. احنا النهارده الاجتماع مع وسائل شركات التوزيع عشان نوصل الرساله دي، ان احنا هنعمل حاجتين، في اجراءات حاليا ممكن نقوم بيها، وفي اجراءات هنعملها على مدار الفتره اللي جايه، ان هنركب عدادات وقياسات في كل منطقه هتنزل لغايه يعني بدل ما نقول احنا عندنا 7 شركات وبعدين كل فيها مناطق وبعدين المناطق فيها، لغايه كل الموزعات اللي موجوده هيبقى عليها اساس القياس لتحديد الفاقد بيحصل فين بالظبط. احنا الجزء بتاع الفاقد الفني ان هو نتيجه عمليه النقل الكهربي اللي موجود ده، احنا برضو اتكلمنا مع الزملاء على اساس نعالج، ولو ان الفقد ده الحقيقه من الناحيه الفنيه هو وزن يعني قياسات بنقول 7% بنقول 6% ممكن يوصل ل 4%، احنا عاملين تارجت نوصل 3.5%، ودوت ليه طريقه في القياسات والمعالجات الكهربائيه خدناها، وهنعمل عمليه تصدير وعمليه صيانه بحيث نتاكد ان الجزء الفقد الفني دوت اتقل لاقل حاجه موجوده. الجزء بتاع التوزيع اللي موجود دوت احنا طبعا بنعتمد في الاول وفي الاخر على ان احنا معظم المشتركين عندنا ملتزمين وموجودين. بالظبط. الناس الغير ملتزمه او غير موجوده هيبقى في قياسات، احنا في عندنا بنعمل التشريع الجديد الحقيقه ان هو هيغلظ العقوبه اللي موجوده على عمليه سرقه التيار، لكن في الاصل احنا لازم الاول نقول ان احنا هنركب عدادات كوديه على كل الاماكن اللي هي بتاخد بالمقايسه او بعدادات بقيمه ثابته يعني، وكمان هيكون في فصل لاي اماكن هيكون فيها ليكج بين تسريب بين الطاقه اللي احنا قايسينها وبين عمليه التحصيل او عمليه الايران اللي موجود. ده طبعا هيكون موجود على مراحل، لكن احنا هنبتدي نقول ان عمليات الاناره والترشيد اللي هتتم هتكون محسوسه، عمليه الخدمه الموصله الاول للمواطنين هتكون محسوسه، عمليه تلبيه اي شكاوي او قطاعات تكون موجوده، لكن كمان هيكون في تاكيد على انه الفقد اللي موجود اللي بيوصل في بعض المناطق ال 25% و 30% ده مش هيستمر. يعني بشكر حضرتك جدا وبدعو لك ربنا يعينك ان شاء الله في هذه المهمه المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، بشكرك جدا يا فندم. احنا عندنا دقيقتين. صعب دقيقتين كل يعني، لانه الحقيقه الرؤيه دي انه احنا قدام انه التشريع موجود لكن هو تطبيقه اللي مهم. انا متمسك باللي بيقوله الدكتور مع التعديل يعني. طبعا لا مع التعديل، لكن احنا دقيقتين. طيب الدكتور دقيقه وحضرتك دقيقه. لا يعني كويس جدا. طيب زي ما تفضل سياده النائب ان يكون في اليه للتعويض عن الحبس الاحتياطي اذا ثبتت البراءه او حكم او تقرر بألا وجه لاقامه الدعوه، لكن لازم يتواكب مع هذا الحد من حالات الحبس الاحتياطي ولا يكون طبقا لفلسفته الا في ضروره وفقا لما نص عليه القانون. تمام. ضروره، وانه يصدر القرار مقترنا بأسبابه. ليه؟ علشان لا أثقل، أنا هيكون في تعويض، لا أثقل على ميزانية الدولة صحيح، لأن أنا في هذه الحالة الدولة اللي هتدفع. لو هذا الكم الحبس الاحتياطي إذا لم يكن مقرونا أو مرتبطا بضرورة، الدولة لن تتحمل ميزانيتها أن هي تدفع تعويضات عن كل حالات الحبس الاحتياطي. دي حلوة برضو في التشريع اللي انتوا شغالين. الدقيقة بتاعتك بقى تعليق أخير. عاوز أقول حاجة، أول حاجة إنه الحبس الاحتياطي ده جزء أو باب من قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية ده دستور جديد للحريات وللحقوق، وهو ده اللي بيحقق ضمانات للمواطن المصري. الحبس الاحتياطي ده مشكلة بتؤرق كل القانونيين والمعتقدين والرأي العام الداخلي والخارجي. صحيح. وبدأنا في تعديل وفي إصلاح هذا الباب
على وجه التحديد لانه عليه بؤره الضوء ولازم نبقى عارفين وبيستغل استغلال سيء وعاوز اقول لحضرتك بيكون سبب لتشويه احنا برضو نعمل شغلنا لمنظومه العداله القضائيه يعني يعني ما نسيبوش فرصه لحد يستغل وبالتالي احنا عاملين ان شاء الله يعني طفره في العداله الجنائيه ونهضه تشريعيه هتشوفوها جديده ان شاء الله وان شاء الله هتلاقوا حضراتكم المشروع هيكون محل قبول لدى كل اساتذه الجامعات ولدى ده ضروري كل ده طبعا ضروري. وان شاء الله يعني هنشتغل في الصيف شغالين في الصيف على طول يعني في نقاط مستمر ولغايه الى ان ننتهي ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت اشكرك جدا دكتور ايهاب رمزي عضو لجنه مجلس النواب كنت معنا واستاذنا الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائي وعميد كليه الحقوق جامعه القاهره سابقا بنعتز ب ربنا يحفظك جامعه القاهره جدا بشكر حضرتك جدا وبشكر حضراتكم على متابعتكم لنا النهارده ان شاء الله احنا الحياه اليوم بكره من العالمين ينطلق مهرجان العالمين غدا فهنكون مع حضراتكم على الهواء من هناك مهرجان اللي بينتظره العالم كله لانه ترجمه لما حققته مصر وما انجزته مصر وهنتكلم كتير ان شاء الله بكره عن هذا الموضوع بشكر حضراتكم وتصبحون على وطن